ده علمنا. انا شغال على الشركه دي بقالي اكتر من 3 سنين. ازاي ان هي افضل طريقه نطلع بيها الشركه دي، ازاي ان احنا ما نسيبش ولا ثغره ممكن الولاد الصغيره والمدربين بتوعنا يستفيدوا بيها ما نشتغلش عليها. لازم نشتغل على كل حاجه لازم نشتغل عليها. عشان كده زي ما حضرتك تابعته في المؤتمر، احنا اول حاجه عملنا فريق من الكشافه هينزل يكتشف المواقع في محافظات مصر كلها. ثم بعد كده الولاد دول في سن صغير هنشتغل عليهم من الناحيه، تعاقدنا مع دكتور تغذيه، تعاقدنا مع طبيب نفسي رياضي، وتعاقدنا مع دكتور معد بدني، وتعاقدنا مع وكاله لاعبين عالميه ليها تاريخ كبير في اخراج اللاعبين من افريقيا ومن الشرق الاوسط لاوروبا، وعلى علاقه قويه جدا بكل الانديه في اوروبا، عشان نقدر ان احنا نغطي كل الانجلز وكل الزوايا على اللعيب ان احنا نرعاه وتسبونسر الولد الصغير ده دون اي مقابل لغايه ما يوصل لسن 17 سنه، وهو داخل على سن 18 سنه نبتدي ان احنا نجيب الانديه تتفرج عليه تشتغل معانا، عشان نقدر ان احنا يكون عندنا 70 80 لعيب محترف في اوروبا بعد 7 أو 8 سنين. احنا الشغلانه اللي انا فكرت اعملها دي شغلانه مش سهله، لان اتس لونج تيرم بلان، مشروع طويل الامد، ومش هنكسب منه فلوس الا بعد 6 أو 7 سنين، وده محتاج تفكير معين ومحتاج مجهود كبير جدا ومحتاج ضخ اموال دون اي مقابل في البدايه، لكن عندنا امل كبير بتكاتف الجميع ان احنا نقدر ان احنا ننجح، وبنحلم ان احنا ننجح. وسعيد جدا بوجود الدكتور اشرف صبري وزير الشباب والرياضه ممثلا للحكومه المصريه في المؤتمر اليوم، لان ده بالنسبه لي رساله ان الحكومه عايزه تحط ايديها في ايدين القطاع الخاص، وان الحكومه اي حد هيشتغل في توجه الدوله وفي نفس الاتجاه اللي الدوله شغاله فيه الحكومه هتساعده. وانا سعيد جدا بوجودكم، وان شاء الله ادعوا لنا ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه.